السوق الأسبوعي لزيايدة بإقليم بن سليمان يخلف أشكالاً من النفايات البلاستيكية وغيرها تقض مضجع الفلاحين وتلحق أضراراً بالنطاق الغابوي المجاور. جمعيات بيئية تستنكر مظاهر التلوث التي تسيء إلى الإقليم وتحد من تنمية المنطقة. تفاصيل أوفى في ريبورتاج حمزة سعود ورشيد دوش. مخلفات السوق الأسبوعي بجماعة زيادة التي تفصلها كيلومترات قليلة عن مدينة بن سليمان تقض مضجع مالكي الأراضي الفلاحية المجاورة. زاد الأمر سوءا مؤخرا لتتراكم النفايات وفق هذا الشكل، ويؤثر ذلك سلبا على الغابة المجاورة. ذبائح وقطع بلاستيكية وأخرى من الكرتون والحديد. ليس هذا فقط، بل تعدى الأمر ذلك ليشمل بقايا ونفايات معاملات تجار السوق الأسبوعي، لتظهر في الأخير هذه البركة المائية التي أخذت تتوسع شيئا فشيئا منذ أشهر، ناتجة بالأساس عن مياه الصرف الصحي لإحدى المنشآت المجاورة. جمعيات بيئية تندد بحجم التلوث الذي تشهده المنطقة. هاد السوق في الحال كنعرفوه أنه مكان لتجمع الساكنة للأغلبية ديال الإقليم بن سليمان، غير هو اللي يحز في الناس بالنسبه لهذا المكان هذا. ما حد انه هو قلنا انه مكان للبيع والشراء والاستثمار والى غير ذلك، وحتى للتعرف الى غير ذلك من على المستوى القبلي والاجتماعي بالنسبه للساكنين ديال الاقليم. المشكل اللي كاين هنا انك تشوف من ناحيه او بالقرب من هذا السوق ان كاين واحد التجمع ديال النفايات اللي هي مخلفات سواء تعلق الامر بالسوق او مخلفات اسمنتيه الى غيره، بالاضافه الى تجمع المياه راكده واللي هي اتيه من الاصل، اتيه من السوق، يعني من بالنسبه للمكان او المركز اللي للذبائح، يعني كيخلف لنا بالنسبه للنفايات السائله واللي هي كتكون واحد المياه ملوثه بالدماء الى غير ذلك، وبالاضافه الى دماء اخرى بالنسبه للدواجن. على منوال مجموعه من الجماعات والمدن يمكن تثمين هذه النفايات واستخراج مواد عضويه او اخرى يمكن تصديرها الى الخارج او استخدامها في انشطه صناعيه. للمجلس الجماعي بزيايده التي تقع الغابة وكذا ركام السوق الأسبوعي في نفوذها رأي في الموضوع. كاين واحد المشكل ديال وبائي، يعني الفرشة المائية كتصبح كتغدى من هاد النفايات ديال الحفرة. نحن نعاني منها الأخ، لأن راه كتشوف على عينك بأن هذه المياه الراكضة اللي جاية من السوق هي راها يعني بسيطة. أما بالنسبة للسجن اللي هو أمامكم الآن، راه عندنا واحد الحفرة تما اللي هي يعني أصبحت خطيرة جدا، وعند حلول الصيف، دائما عند حلول الصيف كتكون مشاكل أكثر ديال الناموس ديال الذباب ديال واحد ما، بالإضافة للفرشة المائية ديال الآبار كتغدى من هاد المشاكل. نحن نتمنى أن السلطات المسؤولة والمجلس يقوم بواحد الالتفاتة حول هذا الموضوع ليكون نشأ سوق نموذجي. وبصفتي مستشار بالغرفة الفلاحية كان لي تدخل في الأيام السابقة على بعض المستثمرين لإجراء أو إنشاء وحدة وهي مجزرة بجميع المرافق ديالها، اللي غادي تحتوي واحد المعمل غادي يخرج من النفايات واحد لي بوماد لي كريم، يعني باش ما يبقاوش لينا هاد 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 المشاكل هذه نتعرضوا لها. وفي الوقت الذي ينوي فيه المجلس الجماعي لزيادة إنشاء عدد من المشاريع والفضاءات الترفيهية والسياحية باستغلال المؤهلات التي تزخر بها المنطقة، ما زالت الجماعة تعاني من غياب شبكة الصرف الصحي، أمر يتسبب بشكل متواصل في تضرر فرشتها المائية بفعل المياه الراكضة المنبعثة من عدد من الأنشطة التجارية وغيرها.